ارتفع إلى 6 ملايين يوميا. في خلال هذا الوقت أدخل برين وبيج الإعلانات على جوجل ووقعوا صفقات شراكة وسعت امتداد الشركة إلى إيطاليا، إنجلترا، اليابان والصين. من الواضح أن الشركة كانت في ازدهار مستمر، فاستخدم برين وبيج مئات الموظفين الجدد، يحمل بعضهم شهادة الدكتوراه. لقد اخترا الفريق الأفضل والأذكى. إضافة إلى الذكاء والبراعة في العمل، نريد أشخاصا يماشون ثقافة جوجل. المكان هنا منفتح وحر، فالناس يستمتعون بوقت عملهم ولذلك يقومون به بشكل أفضل. كانت مكاتب جوجل الرئيسة تجسيدا لفكرة جزء للتفكير وآخر للعب. عندما بدأنا العمل على مبنى جوجل، حاولنا جعله مكانا يمكن أن نقصده للاستمتاع بوقتنا، لأننا طلاب متخرجون في قسم علم الحاسبات. هنا تدخل وتتناول بعض الطعام الصحي، ويمكنك الجلوس مع زملائك والتكلم في شؤون مشاريع العمل وتعلم أشياء جديدة. إنه مكان يمكن أن تلتقي فيه للتسلية ومناقشة أفكار جديدة. إذن نحن نجد أن محيطا كهذا ملهم جدا. أتاح محيط جوجل المساعد على الابتكار كل أنواع